تيجي الناس وتيجي الكلام تخلصها من هالقضايا اللي يكتب العميل زوجتك البيع 10 مرات والعشرين بالمليون تقول لك ما في بعد روح التصريح المسميه عندكم هذا اصبعك مال 10 مؤسسة توعوية إرشادية أسرية تعني بحالات الطلاق والمخاطر الطلاق، كذلك جريمة الطلاق. نستقطب في هذا المركز المتزوجين الجدد والمتزوجات كذلك الجدد، محاضرتين للرجال والنساء. بالنسبة للرجال نختص بهم القضاة والمحامين والضباط الأسرة، وكذلك نستهدف الشخصيات الجيدة لإيصال معلومة خطر الطلاق. بالنسبة لعمل المركز تقريبا صارنا 3 سنين، كذلك استقطبت تقريبا 905 اشخاص، وهي الدفعه هاي تقريبا 945 هاي من الرجال. بالنسبه للنساء تقريبا 815 تقريبا، وهي الدفعه هاي تقريبا 900 الا. حقيقه نشكر منظمه البيت السعيد على هذه المبادره، لكن هذه المبادره ان شاء الله تكون بذره الاولى لانطلاق مثل هذه المبادرات في جميع انحاء العراق. مثل هذه المبادرة نحتاجها جدا، وخصوصا أن تكون باشتراك مع المحاكم لإنشاء لتكون هذه الدورات قبيل تنظيم عقد الزواج. حقيقة ما نشاهده ونعانيه بالمحكمة من أسباب حالات الطلاق وأسباب تافهة جدا لا ترقى إلى مرحلة الطلاق، يجب أن يكون الزواج مسبوق بمحاضرات مثل هذه وتعمم وتشد تكثف لغرض السيطرة على الزواج. No, no, no.